السلام عليكم، أهلا بكم لكورس إندوكرينولوجي المقدم من قبل كيفتشينو أكاديمي. أنا روى أنور، طالبة طب من جامعة كربلاء. محاضرتنا اليوم راح تكون بعنوان البيتوتري جلاند. هذا الجزء الثالث من هاي المحاضرة. الجزء الأول غطينا به الأناتومي والهيستولوجي والإمبريولوجي، الجزء الثاني غطينا به الفيسيولوجي، والجزء الثالث راح نغطي به الباثولوجي. قبل ما نبدي بالباثولوجي أو ذا بيتوتري جلاند، خليني أذكركم باللي شرحناه بالمحاضرات السابقة. قلنا المحاضرات السابقة إن البيتويتري جلاند مكونة من تو يعني بارتس. البارت الأول سميناه الانتيرير بيتويتري أو سميناه الأدينو هايبوفيسس الجلاندولار بارت، والبارت الثاني سميناه البوستيرير بيتويتري أو النيورو هايبوفيسس النيورال بارت. وقلنا إن البيتويتري متصلة عن طريق الفنتيبولار ستالك إلى فد جزء سميناه الهايبوثالامس. قلنا عم نتذكر بس إنه الهايبوثالامس كانت تتحكم بالفانكشن مات البوستيريور والانتيريور بيتويتري. عرفنا إن الانتيريور بيتويتري طبعا هذا التحكم كان يسموه الهايبوثالاميك هايبوفيزيال اكسس عن طريق بورتال سيستم سميناه الهايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتال سيستم. عرفنا إنه الانتيريور بيتويتري تفرز هرمونز هواية وتأثر على كل أجهزة الجسم. هاي الهرمونات كانت الجروث هرمون، البرولاكتين، ال FSH، ال LH، ال TSH، and other hormones. عرفت ال posterior pituitary فرزت لي هرمونين هي ال ADH والأوكسيتوسين. وهذه كانت مكونات ثيناتهن بالهايبوثالامس مكان اسمه سابرو اوبتيك والبارافنتركولار نيوكليوس، ونزلت لنا للبوستيرير بيتويتري عن طريق اكزون سمينا هذا الهايبوثالاميك هايبوفيزيال تراكت. هذا بشكل مبسط عن المحاضرات السابقة. هسه نجي على الديزيز. البيتويتري جلاند كأي يعني فد غدة بالجسم وظيفتها الرئيسية هي افراز الهرمونات. اوكي، الديزيز شنو معناه؟ الديزيز هو اي شيء يطلع لي التشيو النسيج عن وظيفته الاعتياديه انه يقوم يؤدي وظيفته. فلان البيتوتري جلاند هي وظيفتها هرمون سكريشن، فالديزيز مالتها يعني بشكل منطقي راح تكون اما من نقصان ماكو هرمون سكريشن، ما يصير عندي هرمون سكريشن، او الهرمونز ناقصه ما تنفرز بشكل صحيح، او مرات ولان الهرمونات هي مسنجرز، احنا قلنا هي مراسلات تنظم عمل الجسم بسلاسة، اذا زادت هم راح تسوي لي مرض. فالامراض مات كل الغدد اغلبها راح تتكون من الاتي: اما ان الهرمون من تنفرز، او افرازه يكون قليل جدا ما يؤدي وظيفة، او يكون عالي جدا وبالتالي يخربط الوظيفة مات الجسم. هاي عم تخلوها ببالكم، مو بس على البيتوتري، على كل الجلانز ان ذا بودي. المهم لما نيجي على نقصان او عدم افراز الهرمونات، هذا النقصان راح يسموه فد شيء. تعرفون كلمة هايبو يعني نقص، اي هايبو نقص، هايبو تنشن يعني انخفاض الضغط. هنا مش راح نسميها، احنا راح نسميها هايبو انخفاض بيتويتريزم. شنو يعني هايبو نقصان بيتويتري الجلاند؟ الاسم تجي معناها كل هرمونات البيتويتري او وظائفه بشكل عام. فهايبوبيتوتاريزم هو نقصان بوظائف البيتوتري. هتشوفوا هنا السبب مالته انواع. السبب مالته ممكن يكون من الانتيريور بيتوتري اتسلف، ممكن تكون بسبب الهايبوثالامس، هذه اسباب اخرى راح نجي عليها يعني من السلايد الجايه من نشرح الموضوع بشكل مفصل. هاي عرفنا انه احنا هنا عندنا هرمونات بدها تنفرز. طبعا موست كومنلي الهرمون اللي دائما يشوفه انه هو اول شيء يقوم ما ينفرز هو الجروث هرمون، بعدين يجي وراء ال FSH وال LH اللي هي ال gonadotropins. نجي على فتشي الآخر، قلنا لأن الهرمونات هي الهرمون شو راح يسوي؟ راح يخلي الجسم في حالة بالانس، هذا ميزان هذا الجسم. هنا عندي يعني المدخلات والوظائف في حالة توازن، اللي يخلي توازن هذا المركز هو الهرمونز. اوكي، إذا أنا عندي نقصان جانب هذا البالانس راح يخرب.
مثل فزيادة الهرمون مثل نقصان الثاني يؤدي إلى أعراض مرضية. الزيادة مثل ما تعرفون بالطب يسموها هايبر، أي شيء يزداد يسموه هايبر، مثل ارتفاع الضغط يسموه هايبر تنشن، ارتفاع السكر يسموه هايبر جلايسيميا. هنا هايبر وعرفنا المصطلح بيتويتاريزم، يعني زيادة في إفراز هرمونات البيتويتري، وسوي سبب حالات مرضية راح نجي نشرحها بالتفصيل. طبعا الهرمونات اللي راح تكون اكثر شيء متاثره بالهايبر بيتويتاريزم هو فد هرمون اسمه برولاكتين، وشرحناه اللي هو مسؤول عن الميلك برودكشن ديورينج لاكتيشن. بعدين الجروث هرمون ممكن مرات يصير كومبينيشن اوف ذا تو، يعني اثنيناتهم ينفرزن سوا بشكل عالي بالجسم. اوكي طبعا واحد يقول مرات زين وليش يصير عندي هاني هذا الحكي، يعني شنو ممكن السبب الرئيسي اللي يسوي لي هايبر اند هايبر بيتويتاريزم؟ اكو سبب واحد، فشي يسموه بتويتري أدينوما. هذا البتويتري أدينوما هو عبارة عن تكاثر من الخلايا، هي الخلايا البتويتري نفسها قاعدة تزداد يعني تتكاثر وتزداد بالحجم تسوي فشي مثل الورم. هاي الورم however هو حميد بناين. خلينا نعرج على هاي الكلمة. انتو عرفتوا اذا ما اخذين سابقا الانكولوجي علم الأورام، او يعني اكو فد نوعين من الأورام، واحدة يسموها البناين وهي يسموها مالجننت. تعرفون المالجننسي اني معروفة عند الأورام الخبيثة والسرطانية، البنان هي أورام حميدة، وهذا في شيء يعني معروف. الفرق انه اكو فد كاركترستيك فيتشرز تفرق بين البناين اند مالجننت. التيومرز، التيومر بشكل عام هو اي جرو اوفر جروث مات سيل ان ذا بودي، يعني شنو؟ مثلا انا عندي خليه يعني عندي عفوا نسيج الخلايا ما تقوم تتكاثر 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 بشكل فوق عن طبيعي، هذا التكاثر نسميه النيوبلازم او الورم. النوعيه ما تتحدد بخصائص، اول شيء يسموه البليومورفيزم. يعني شنو البليومورفيزم؟ يعني السيلز اللي تكون هذا الورم، مثلا نرسم هذا الورم، الخلايا مالته هل هي متشابهة مختلفة كل وحدة شكل، مثلا وحدة كبار وحدة صغار، لو هنا كلها نفس الشيء. المالجنانت سيل راح تشوفوها انه دائما تكون مختلفة وحدة عن الاخ، اما البناين سيل راح تشوفوها دائما تكون يعني متشابهة. فهاي الكاركترستيك الاول هو بليومورفيزم. ثاني وحدة راح نشوف انه هو في الشيء اسمه انفيجن، هل انه هذا الورم محدد بمكان في كابسول الخلايا، اكو حد بينها الخلايا اللي متكاثره بشكل غير طبيعي والخلايا الاعتياديه مالت الجسم الخلايا الصحيه، او نشوف انه مرات اكو الخلايا اكو ماكو كبسول اولا، والخلايا تكون هيك طالعه كانه عندها مثل اصابع دخلت بنص النسيج. هذا الانفيجن، هاي الاصابع هي كاركترستيك يعني في شيء يعني فهمني او خصوصي للمن للمالجنسي، الاورام الخبيثه، الاورام الخبيثه كلها تنتشر. اما الاورام الحميده راح اشوفها لو انه هي منفصله مالتها الخلايا عن خلايا نسيج طبيعي، او تكون اكو بينات فد كبسول مالت نسيج ليفي فايبرس تيشيو تفصل الخليه الخلايا التيومر سيلز عن النورمال سيلز. ثالث شيء راح نشوف انه في شيء اسمه مايتوسيس. مايتوسيس انتو عرفتوا سابقا شنو المايتوسيس؟ مايتوسيس هو انقسام الخلايا الجسديه. المايتوسيس هنا شنو يقصد بيه؟ حسب الشيء اللي نحن نشوفه اسمه مايتوتيك فيجر. المايتوتيك فيجر شنو؟ خلينا نوخر عشان ما يروح الكيف، بس يعني هاي السيل راح تكون نشوف مالتها النواة راح تكون كبيرة، وبنص النواة راح نشوف مثلا اكو مكان شلون كأنه الكروموسومات قاعدة تنقسم، هذا يسموه مايتوتيك فيجر. مرات انه اشوف التيومر المكان بيه السيلز متكاثرة ومتجمعة بيه هواية من ذي المايتوتيك فيجر، فالعادة كلش كبير. هذا بشكل عام اكو استثناءات، بشكل عام هذا ساين اوف مالجنسي، معناه ان الخلايا قاعده تتكاثر بشكل كلش مو طبيعي. ما توت الفكر راح اشوفها هواي، ومرات ما توت الفكر تكون اتيبيكال، يعني تكون بيها فد نوع من ال الاختلاف عن المايتوتيك فيجر النورمال، كانه تكون مثلا بيها مثلا شوف النواه ما انفصلت بشكل كامل، او الخلايا يعني بيها فد اشكال وتبين واضحه بالستايدات، بس هو مو محور حديثنا هسه. بالبناين تيومرز راح تكون ماتوتيك فيجر قليلة، المالجنسي راح تكون هواية. هاي أهم ثلاث نقاط نقدر نميز بيها المالجنسي عن البناين تيومرز، هي مطلوبة من عندكم في هذه المحاضرة بس كمعلومة على مود لما نجي نقول شنو بناين شنو مالجنس عندكم فكرة عن الموضوع. الثاني اللي بتويتر أدينوما، من اسمها أدينوما معناها بناين،
بناين تيومر هو حميد، يعني ما راح ينتشر لي الجسم، مو ممكن يعني يسبب لي، ما يكون direct cause of death، ما يسبب لي موت المريض، إنما راح يسبب لي أعراض مرضية. قبل ما نبدي شنو الأعراض المرضية وش يعني شو راح نشوفها، راح نبدي إنه أحكوا هذا الأدينوما، هاي الورم اللي راح يصير وين بالبيتوتري جلاند، راح يتقسم إلى نوعين according to شغلتين، السايز مالت الحجم زائدا الفانكشن، هل هو عامل ام غير عامل. زين شنو يعني عامل عن غير عامل؟ السايز خوب بين واضح، حاجه مش قد كبير صغير. الفانكشن مالته شنو يقصد بيه؟ يقصد بيه هل هذا الورم خلايا مالته تعمل تفرز هرمونات ام ما تفرز هرمونات. هنا بيفد اهميه وين نشوفها، نشوفها بال يعني على اعراض المريض. اذا كان هاي الورم يفرز هرمونات ما راح يسوي له اعراض مرضيه بسرعه بسبب زيادة افراز الهرمون، يا هرمون راح يسويه سنشوف. او اذا اذا ما يسوي هرمونات هذا راح يجي للكلينيكال اتنشن للطبيب، المريض يجي بمرحله متاخره. ليش؟ يعني ما عنده اعراض، يعني هو اصلا الورم متى يعني غير عامل ما يسوي له هرمونات، بالتالي ماكو حيصير عندي اعراض. نجي على السايز، راح نقول انه البيتوتري ادينوما تقسم الى تو تايبس اكوردنج تو سايز. اول شيء سميناها المايكرو ادينوما، مايكرو من اسمها مالتها السايز هي ال 1 cm، وماكرو مور ذان 1 cm. فال 1 cm هي الثريشولد يعني العتبه، كل شيء فوق جو ال 1 cm سميناه مايكرو، كل شيء فوق ال 1 cm سميناه ماكرو. طبعا مرات المايكرو حيشوفوا اذا بقى فتره كلش طويله والبيشنت ما يجي على مود اعراض راح يتحول الى مايكرو. اوكي، عاود نجي فد هنت. طبعا هاي mostly أو usually المايكرو تكون functional يعني تفرز هرمونات، تفرز هرمونات، والماكرو تكون unfunctional ما تفرز هرمونات، وذلك راح أشوفها تكون كل شيء كبير لما يجي المريض. ليش؟ يعني ما تفرز هرمونات، ماكو أعراض، فضلت تنمو تنمو إلى آخره، تصير كل شيء كبير. أوكي، هنا يقول تشوفون هاي الملاحظة، notice that functional adenomas اللي هي المايكرو more يعني usually come to the clinical attention much earlier، يعني تيجي المريض بسرعة يقوم يحس بالأعراض ويجي للطبيب، فالطبيب يلتقفها هي وبعدها بداية هي وبعدها صغيرة. اوكي، okay. And non-functional one however هاي لين ما بيها أعراض راح تجي يسموها silent صامتة، مرات راح تجينا مو من وراء أعراض زيادة الهرمونات ولا نقصانها، لا تجينا من أعراض يسموها أعراض الضغط. بعض ساعة عمود نذكركم بالإذا أنتم ماخذين أو ماخذين الـ CNS، البيتوتري جلاند وين كانت محطوطة؟ محطوطة داخل الـ CNS، اعتبروا هاي البيتوتري مرتبطة بالهايبوثالاموس، والهايبوثالاموس مرتبط بالبرين، هذا البرين. أوكي، البرين يابا يكون موجود داخل فد أخشية يسميها المنينجيز، تحيط بيه إحاط تامة، هاي لازقة بيه لازقة المنينجيز، هن ثلاثة وبيناتهم أكو فسائل اسمه CSF Cerebrospinal Fluid CSF. اوكي، فوقها راح يجي في الطبقة سكال بونز، غير اللون سكال بونز كلش قوية، هاي سكال بونز ما تزحزح اصلا كلش قوية، هيك محيطة بالدماغ حيطة كليتة. هنا الفيشل بونز تعرفون بعد هذا الوجه يعني عود. هاي اذا هنا هاي سلة تورسيكا اللي قاعدة بيها البيتوتري، وهي كلها كونفايند سبيس يعني في مساحة محصورة. اوكي، هنا اذا صار عندي ورم ودا يكبر بعد شكورة صارت، ممكن انه بالبداية يعني انه الجسم اكو فد شوي يعني تنعصر الاخشية وهاي يتحمل مكانه، يعني شوي يكبر عادي ماكو فد افكت، بس مرات راح يكبر كلش، راح يستمر، طبعا راح يستمر بالنمو، راح يكبر راح يكبر راح يكبر، هذا ايش يسوي لما يكبر؟ يضغط على كل هاي الستركتشرات، كل يضغط عليها ويدفعها. طبعا اول شيء راح يعني يضغط عليه هو الاشياء القريبة من البيتوتري، اذا تذكرون احنا لما ارسلنا البيتوتري قلنا انه هي موجودة هنا هذا الستالك مالتها حواليها سلة تورسيكا، طبعا هي مو هيك بعيدة بس على مود تبين واضحة، حواليها اكو قلنا الانترنال كاروتيد ارتري واكو الكافرنيا ساينس، ذكروا محاضرة الاناتومي، وفوقها اكو هنا قسمته اصفر للنيرف الاوبتيك كيازم، وهنا اكو نيرفات تاخذها بعدين الاوكلوموتر والتروكليار، هاي تأثر على حركة العين عضلات العين، هاي لما راح تكبر ايش يصير؟ هذا كله راح تضغط عليه، راح يصعد لي فوق، تضغط على هذا الاوبتيكيازي، فيطلع لي راح يشيل البيشنت باعراض بريشر افكت، اعراض ضغط على العصب، العصب لما ضغط عليه يفقد وظيفته. هاي الاعراض موست كومن اللي راح تجي لي فيجوال ديستربنسز، يعني البيشنت لو ما تقدر تشوف زين، هنا ما تصير
هاي اشوفها فيجوال ديستربنسز، بس هي ما تصدق عليها ما اعرف ليش. مهم، لو البيشنت ما يشوف زين، يعني عنده فد ضعف بالبصر، او انه هو مثلا عينه تتصرف بيها فتحول ما دا يقدر يعدله، ليش؟ هاي بسبب الضغط على ذني الاعصاب. او مرات يجي مثلا هاي تحت، تجي بعدين نفس الشيء بس هاي جاي شو راح تضغط مرات على الدماغ، تضغط على 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 البونز، ممكن يسوي فد افكت اخرى، كلها تجي بنتيجة هذا الضغط مالت زيادة، انه ها في شيء يزداد بالحجم، المساحة كلش ضيقة، فطبعا راح يحصر بقية الاشياء الموجودة وياه على مود يعني يعطي مساحة لنفسه. هسه نجي باعوا هاي الصورة، هاي الصورة هي بتويتر جنان صار بها ماكرو ادينوما، اوكي؟ باعوا كبرها، يعني بتويتر جنان نورمال راح تكون هيك صغيرة، باعوا هاي الزيادة بالحجم كله، وين ضغطت لي؟ واو، هسه هذا الدائرة هنا هاي internal carotid artery محصور داخل هذا البيتوتري ادينوما، هذا الفوق هنا الاوبتيكاز ما مبين اصلا قبل ما ضغط عليه، الدماغ كله ديسورتد، شكله كله متغير لان هذا الماكرو ادينوما باقطع عليه. اوكي، هاي بالنسبة شرحنا سابقا. تتبعون هاي الخلايا، تذكرون انتم شلون كانت خلايا البيتوتري نورمال؟ كانت عبارة عن كليسترات من السيلز المختلفة بالشكل وحدة عن الاخ، راح اشوف هنا اكو اسيدوفيلز بيزوفيلز لونها يختلف، هنا تشوفون اكو فد كليسترات معينه، لا خلايا كلها شيت واحده، يعني مثل الورقه من الخلايا صفيحه كلها، وتكون كلها اغلب الخلايا متشابهه، هاي يسموها سيلير مونومورفيزم، مونومورفيزم باع بليو يعني مختلفه، مونو يعني شنو مونو؟ يعني متشابهه، مونومورفيزم، وشوفوا الخلايا كليتها كانه خليه واحده متكاثره صايره كلش هوايه. اوكي، هنا يقول شو جولي البيتوتري ادينومز، هاي الاورام تكون وين موجوده؟ بالسله تورسيكا، هي اغلب الشيء يعني تكون مايكرو موجوده بالسله تورسيكا، بس مرات لين احصل ماكرو راح تطلع من السله تورسيكا، هي فوق مثلا تنمو لي فوق، خلينا نغير اللون، تبرو هاي البيتوتري جلان داخل هاي الازرق سله تورسيكا، راح تكبر البيتوتري لي فوق، تضغط على الاوبتيكيازم، تضغط على كل الادسن ستراكشرز الموجوده، مرات تضغط على العظم نفسه، هذا تكبر لي جوا، تضغط على العظم نفسه، هذا العظم لما ينضغط عليه لين هو نسيج حي بي بلاد سبلاي، البلاد سبلاي راح ينضغط، لما ينضغط وراح يوصل دم للعظم، بتا يمكن يموت العظم ويروح، وهاي التيومر يطلع لي برا، يضغط على مثل يروح الاستراكشرات اللي جوا، السفينويد ساينسز غيره، ممكن يضغط على الفوق ويطب للبرين، يضغط عليها ما يسوي لي دامج من لا اخره، هاي يسموه تأثير الضغط بال مايكرو ادينومز. المايكرو هوفر قلنا احنا نطلع النعرض عن طريق زيادة افراز الهرمونات. نجي نحكي على السيلز، عرفنا انه هي تكون يونيفورم يعني متشابهة كليتها مثل ما تشوفون هنا، أنا كلها متشابهة. بوليجونال معناها انه تكون مضلعة. السيلز هيك شكلها، يعني مو دائرية ولا مصفحة، احنا عرفنا انواع الخلايا. تكون السيلز تكون باك تو باك، يعني وحدة لازقة بالأخ. الكونكتيف تيشو روتينوكلين فايبرز، نغير اللون، هذني حتكون كلش سبارس قليله بين هاي السيلز. النيوكلياي مالتها تكون يعني يونيفورم متشابهه، المونومورفيزم عرفنا شنو هو. المهم احنا عم نفرقها عن النورمال تيشو لما تشوفوها من تشريح، يعني بس لا تشريح ايش حتفرقوها عن نورمال تيشو، انه هي تكون مونومورفيك يعني متشابهه، وريتينو كلين فايبر قليله، هذا راح يخليكم بعد علامه مميزه نذني، هاي علامه مميزة تفرق لكم بين الادينوما عن النورمال تيشو. اوكي، طبعا هاي لين كبيره، نمسح ذني، في ملاحظه اخيره عن الماكرو ادينوما، هاي لين كلش كبيره تباعوها، راح نشوف مرات انه البلس سبلاي ما يقدر يوصلها بشكل يعني يعني يوفي حاجتها، فراح يساعدنا areas بعد ان صغار النقاط، هاي area of hemorrhage هنا blood supply يعني الكابيلاريز مفتتة وصار بيها مكان نزف، وهذا النزف بعدين راح يتكون لأ area of necrosis، بس دني وإن كانت هي بالعادة علامات مال malignancy هنا راح تكون normal. اوكي، نشوفها بالماكرودينوما، اتمنى تكون هنا واضحة لي. هسه هسه راح نجي نشوف لكم اياها ب MRI. MRI تعرفون شنو؟ الماجنتيك ريزونانس ايمجينج، هذا يكون كلش يعني الام ار اي، وعندنا عندنا السي تي، السي تي اكثر شيء اشوف بيه بون، يعني تشو لها سي تي اكس راي اكثر شيء اشوف بيه واضح البون، الام ار اي اشوف بيه سوفت تشو، فلما انا بدي اشوف ادينوما بالبيوتري او مثلا اي مالجنسي انسايد ذا براين، اهم شيء انه اشوف اول شيء
طبعا السي تي هو لين اسهل واسرع مسوي، بس الام ار اي هو يوضح لي اكثر. اوكي هنا راح تشوفون ام ار اي ايمج، راح تشوفون هنا ماكرو ادينوما، باعوا شلون هاي السيلا تورسيكا، باعوا السيلا تورسيكا، ذا سفينويد اير ساينس، هنا أنا اكو الانترنال كارتيد ارتري، هاي طبعا شلون ناميه، هي المفروض تخلص لهنا أنا. اوكي هي لا ناميه وطلع لي فوق، اوكي وضغطت لي على الاوبتيك كيازمز ذني، هاي ماكرو ادينوما نانا مالت الدايمتر 10 سنتي، اكثر من اكثر من الواحد. هنا عندنا تجي هوفر هاي باعو هاي نورمالي، هاي نورمال بتويتري، هنا انا مغطاي من فوق بال دايفرام اسلي، خل نمسحها عم تبين بعد، هاي دايفرام اسلي هنا انا باعو صاير شوية بس الدويرة، هاي باعو هاي الدويرة طالعة كأنه هاي هي المايكرو أدينوما وقل من 1 سنتيم. طبعا لا عفوا هي هاي المايكرو أدينوما، هاي بالسهم هاي بعشرة طاعة دويرة محددة صغيرونة هاي. اوكي اللي هي اللي يسوي هاي، هاي مسوي ضغط يعني على الأعصاب، هي أصلا صغيرة، إنما مش حسوي لي، حسوي لي هرمون الأكسس يعني زيادة إفراز الهرمون. باع المايكرو ادينوما سوت لي، سوت لي المايكرو سوت لي زياده افراز الهرمون. الماكرو راح سوت 3 اشياء، لو الاكثر شيء مهم هو اللوكال كومبليكيشن البريشر افكت فيجوال فيلد ديفكت وغيرها، هاي نتيجه الضغط. اوكي مرات راح اسوي لي هايبو، ليش هايبو؟ يعني راح تدمر البيتوتري تيشو اللي هو افكتيف فانكشنال، توخره راح اسوي بدل بلان فانكشنال سيلز اللي هي مالتها، فيسوي لي نقصان بالافراز مال الهرمونات هاي بتوتارزم، راح نشرحها بالتفصيل بعدين. ممكن هماتين مرات في حالات قليله راح يسوي لي هايبر، ليش هاي بالحقيقه هي مايكرو ادينوما صايره ماكرو، فهي تشوفوها كبيره وتطلع لي هرمونات، لان البيشنت بالحقيقه لما طلعت اعراض اول مره ما منتبه عليها. اوكي فما جاي للطبيب، هاي ظلت تنمو كبرت، سوت لي اياها مايكرو ادينوما بس الفانكشنال. اوكي طبعا هنا راح اشوف ملخص بسيط لكل الاعراض اللي راح تطلع لي لما اكو هرمون دا يزيد. هايبر برولاكتينيميا، هنا البرولاكتين زايد، سيجوش هم نشرحها بالتفاصيل، اكروميجالي جروث هرمون زايد، كاشينج سيندروم زايد، عندي الاي سي تي اتش هنا، اللوكال كومبليكيشن قلنا هاي من الضغط، الهايبو هنا لما انتقل اذا جروث هرمون اقل شي يصير، اذا الجونتروبي ينزل اف اس اتش قلت شي يصير، اي سي تي اتش اذا اقل شي يصير، ولا اخره. هاي صورة توضيحية عمود، اذا واحد ما يحب يقرا سلايدات يجي ياخذ له ملخص هنا. اوكي يقول لكم بتويتر ادينوما، وهاي اخر ملاحظه راح نحكيها بالادينومز، دائما طبعا لما تصير الفانكشن مالها تصير فانكشنال يعني يصير زياده بافراز الهرمون، اكثر هرمون يسوي زياده بافراز بيه هو البرولاكتين، هاي تقريبا 65% من الحالات راح يجينا في شيء اسمه برولاكتينوما او بتويتر ادينوما، يعني تسوي لي انكريز بالبرودكشن اوف برولاكتين. الحالة المرضية مالتها يسموها هايبر برولاكتينيميا، نجي نشرح. ثاني واحد هو الجروث هرمون، قلت لكم مرات راح يصير كومبينيشن اوف ذا تو، راح يطلع لي بتويتر ادنوم تفرز لهم برولاكتين وجروث هرمون. اوكي اي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش ممكن تصير مرات زيادة بفراز عن طريق ادنوم، بس هاي حالات كلش قليلة، راح تشوفون 10-15% وين الى 60%. اوكي هسه نجي على اول شيء، راح قلنا انه هاي اكو بتوتري ادينوما تفرز لي انكريز بالبرولاكتين بي ار ال برولاكتين. اوكي هايبر زياده بالافراز برولاكتين اسم الهرمون، ايميا شو معنى ايميا؟ ايميا معناها اني ثينج ان ذا بلاد، ايميا موتف يعني ريفير تو بلاد، فراح يصير شو عندي انكريز برولاكتين ان بلاد. وضحت؟ هنا لما اقيس البرولاكتين بالدم راح اشوف ان مستوياته صار كلش عالي. هاي بالعاده اسويها مايكرو ادينومز. اوكي؟ موجود بالبيتوري جلاند. طبعا هاي ممكن يصير بالميلز اند فيميلز عادي اثنيناتهم سوا، لان بالميل هم يفرز عندي برولاكتين. بس اكثر شيء راح اشوفها بالفيميلز، ليش؟ طبعا راح اشوفها مو لان هي مصر بالميلز، لا تصير، بس لان بالميلز ما تطلع بها اعراض، بالذكور ما يطلع بها اعراض مثل ما تطلع بالاناث. ليش؟ لان البرولاكتين هنا
فشي مهم بالنساء راح يأثر لي على المنسترال سايكل. ولأن المنسترال سايكل هي الشغلة يعني دورية وشهرية تجي دائما، فلما يصير عليها يعني في التغيير النساء يعني النساء راح يلاحظون، وبالتالي راح تروح للطبيب فيكشف عن البرولاكتين بشكل أسرع. الرجال ما عندهم هذا الشيء، وبالتالي فممكن إنه تستمر وما يدرون بيها. طبعا راح يسوي لي بالفيميلز راح يسوي لي سيندروم اوف جلكتوريا اند امينوريا. واحد يقول شنو يعني جلكتوريا؟ جلكتوريا بشكل هي شنو معناها؟ معناها هو افراز فد ماده من البراز تشبه الملك. هاي الشيء تعرفون انه البرولاكتين ينفرز باللاكتيشن فتره الرضاعه، يطلع لي يسوي لي برودكشن اوف ميلك اوكي للنيو بورن. فلما راح يزيد راح يحفز لي هاي الميكانيزم بدون ما اكو يعني pregnancy و lactation. فتجي البيشنت تعاني من فد يعني فد افرازات تشبه الملك وهي مثل ما عندها child اوكي. راح اسوي لي اميناريا. اميناريا هو انه انقطاع الدوره الشهريه. فدائما هاي مرات البيشنت اللي هي من الزوجه اصلا ممكن انت الشابه تقولش مثلا انه هي ممكن تكون pregnant، بس هي بالحقيقه مو pregnancy هاي، انما هي زياده البرولاكتين. راح نشوف الفرق شنو. اوكي طبعا بالمال هي تصير احنا قلنا، بس ديسكريت سيمتومز يعني فد سيمتومز سايلنت ما يحسون بيها. هي هايبوغونادزم وسوي طبعا في انفرتيلتي. انفرتيلتي يعني عدم القدره على الانجاب بوث سكسز في ميلز والميلز. ممكن ميل يجون بسبب هاي الكومبليكيشن، هاي يعني الكومبليكيشن مال تدي سيل تشمل عندهم هايبر برولاكتينيميا. بالعاده هاي الاعراض ما تصير بالميلز، فيري رير. يعني الومن قلنا نتيجه لان بسبب ديتكتد باي منسترال سيمتومز، انه لما المنسترال سيمتومز تصير بها تشينجز راح تجي الفيميل وراح تقول انه اكو هيك تشينجز، بعدين راح نكتشف ممكن انه هاي هو السبب مالتها. هوفر قلنا انه اكو اشياءات يعني ناتشرال بروسيسز راح ينتفع بها البرولاكتين هرمون اللي هي مثلا لاكتيشن. اوكي اكو اثر مثلا اكسرسايز ستريس غير هم يسوي ارتفاع بالبرولاكتين، بس مو لدرجة انه يسوي لي الساين اند سيمتومز مالت الهايبر برولاكتينيميا. اوكي هسا احنا شعرف شو غطينا؟ غطينا شنو سبب البرولاكتين انكريز البرولاكتين، قلنا هي البيتوتري ادينوما مايكرو ادينوما، شلون طلعت بالفيميل وين منو صار بي فيميل وميل، شلون طلعت الساين اند سيمتومز بشكل مبسط. نرجع نشوف شنو الكوزز، شنو ممكن يسبب بعد هايبر برولاكتينيميا غير المايكرو ادينوما. اكو فد اذر كوزز بس هاي يعني less common. مرات انه السبب خلينا نرسم هاي البيتوتري هاي الهايبوثالامس. احنا قلنا مرات ممكن السبب يكون مايكرو ادينوما بالانتيريور بيتوتري هاي مايكرو ادينوما. مرات السبب يكون ماكرو ادينوما نون فانكشنال ما تشتغل بس هتنقطع على البيتوتري ستاك فراح يصير عندي زياده برولاكتين. ليش؟ هنرى لكم صور. تذكرون هذا الهايبوثالاميك هايبوفيزيال اكسس، قلنا انه الهايبوثالاموس تفرز هرمونات تاثر على الفانكشن اوف ذا انتيريور بيتوتري. اغلب الهرمونات كانت ستيمولاتري يعني تنفرز على مود تخلي الانتيريور بيتوتري تفرز هرمون. واحده من الاشياء اللي كانت شاذه عن هاي القاعده هي البرولاكتين. برولاكتين ما عنده هرمون يعني تفرز الهايبوثالاموس يسوي له انكريز بالبرودكشن، هو هذا ينفرز من قاعه هوايه. الهايبوثالاموس راح شو يسوي لي؟ تفرز لي فد شيء اسمه الدوبامين، قلنا هذا هرمون السعاده الدوبامين سامعين بي. هذا الدوبامين راح يقلل لي افراز البرولاكتين. هنا أنا لو انا دا يصير عندي قلنا بالاسباب، لو يصير عندي مايكرو ادينوما تفرز لي برولاكتين هواي، او مرات ماكرو ادينوما تضغط على البيتوتر ستاك. لما تضغط على البيتوتر ستاك تضغط على البورتال سيستم الاكسس، هنا أنا البرولاكتين بعد ما يوصل للانتيريور بيتوتري، وبالتالي هذا الهرمون ما راح يصير عليه نيجاتيف فيدباك انهبيشن ويزيد افرازه هواية. هاي واحدة من الاسباب. اسباب اخرى مثلا تروما، فد ضربة قوية سوت لي فد دامج هنا، فبالتالي ما راح ينسد عندي هذا السيستم. مرات مثلا هاي بروبلم بالهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس هي ديسفانكشنال ما تشتغل، فراح تقلل افراز الدوبامين وزيد عندي البرولاكتين. هواي اسباب انواع واشكال، اهم شيء قلنا هي المايكرو ادينوما. اوكي نرجع عليها. اي مرات راح نشوف في الشيء الاخرى هنا السبب بشكل عام مو لان اكو مشكله بالانتيريور بيتوتري ولا بالهايبوثالاموس، اكو سبب واحد راح يسوي لي
انكريز بالبرولاكتين. هذا السبب هو ما له دخل بالنورمال فيسيولوجي مالت البادي. اذا انا اعطيت للبيشنت فتشي في الدراجات اسمها الدوبامين انتاغونست، هاي الدراج شو تسوي؟ ترتبط بالدوبامين تمنع عمله، ترتبط بالمستقبلات مال الدوبامين اللي هو هرمون تمنع عمله، بالتالي راح تزود لي زياده بالبرولاكتين. اوكي هاي شو تعطي هاي الادويه؟ اعطيها يعني بالحاله اسمها الدبرشن الاكتئاب او مثلا سايكوسيس امراض نفسيه، لما يعطي هاي الادويه اتوقع انه ساعد زياده البرولاكتين تشتغل عكس الدوبامين. عم تخلوها ببالكم. اكو فد حاله اسمها الهايبوثايرويدزم، الثايرويد هرمون راح تقل ما تنفرز. هاي لان الثايرويد هرمون ما راح تنفرز راح يصير عندي فد هرمون اسمه تي اس اتش، هاي من الانتي ريبيتوتري، هذا لما يصعد كلش هوايه ها راح يسوي زياده بالبرولاكتين. هاي الحالات مو كلش مهمه بس هي لازم تخلوها ببالكم انه هاي اكو اشياء مرات حالات تسوي لي زياده بالبرولاكتين، هي مو مايكرو ادينوما. اوكي بسوي حاله الهايبر برولاكتينيميا. قلنا نورمالي اكو مرات لما نسوي دايجنوسيس لازم انه اشوف خصوصا بالفيميل بيشنت انه هي مو بريجننس، لان بالبريجننسي راح يصير عندي برولاكتين بشكل طبيعي، لاكتيشن صار عندي برولاكتين بشكل طبيعي، هايبوثايروزم قلنا صار عندي البرولاكتين، بس هي ما نقدر احنا نعالج زياده البرولاكتين يعني بشكل واحده، لان هي سبب ماده هو هايبوثايروديزم، اعالج الهايبوثايروديزم يروح عندي زياده بالبرولاكتين. الميديكيشن ذكرناها اللي هي الدوبامين انتاغونيزم انتاغونست ميديكيشن، وقلنا انه اكو مرات البرولاكتين ممكن كوس كريت هرمونز مثل جروث هرمون، قلنا يصير اثنيناتهم جروث هرمون زائد برولاكتين. شلون نعرف انه اكو زياده بالبرولاكتين؟ شلون ندقنز الموضوع؟ انه اسوي تحليل للبرولاكتين بالدم، اذا شفته اكثر من 100 نانو جرام هذا معناها انه انا عندي بيتوتري ادينوما. النورمال فاليو جيت يابا تقريبا من 10 الى 20، هاي نورمال فاليو نانو جرام. بعد قصة لما صارت 100 200 بعد اكثر ممكن تصير 200 حتى تصعد. اوكي على الاغلب انه كل ما يزداد حجم المايكرو ادينوما يزداد افراز الهرمون، فكل ما انا اشوف انه هرمونات صاعده اكثر كل ما انا عندي افكر انه هاي طبعا المايكرو ادينوما هواي راح تصير بعد يعني اكبر بالحجم. اوكي زين هسه احنا ايش غطينا؟ غطينا هي شنو شلون صارت ومالت السنه سمتم شلون سوينا دايجنوستس، هاي بشكل كلش مبسط. على المانجمنت طبعا انه احنا افتهمنا قبل شويه قلنا يا بانه الشيء الوحيد اللي يمنع افراز البرولاكتين هو الدوبامين، فبالطبيعي انه انا فكر لما اريد اوقف اكو زياده بالبرولاكتين واريد اوقف برولاكتين سكريشن شو اسوي؟ اقوي الدوبامين. اوكي شلون؟ هعطي ادويه ثاني هي دوبامين اغونست، هاي تقوي تاثير الدوبامين. الدواء اسمه كابريجولين وبروماكريبتين. كابريجولين بيفد ميزه عن البروماكريبتين انه هو يكون مات الهاف لايف اعلى، هاي كابريجولين هاف لايف مات 62 ساعه بالدم، يبقى 62 ساعه يبقى 7 ساعات بيها سايلنت سيمتومز مو في شيء كلش مهم، بس يعني تعرفون انه هذا الدواء شو اسمه هو شنو شلون يشتغل؟ يشتغل يزودنا الدوبامين بالتالي راح ينخفض عندي البرولاكتين راح ينخفض، لان الدوبامين يمنع افراز البرولاكتين. اوكي هاي تشتغل مثل شغل الدوبامين، هي دوبامين انالوجز. اوكي اذا ما استجاب عندي ماكو استجابه ظل الدوبامين يصعد عفوا البرولاكتين يصعد ورغم انه يعطي هاي الادويه اقدر اسوي سيرجري اشيل الورم جزء من عنده على مود اقلل من افراز الهرمونات او اعطي فد راديشن، هذا طبعا نفس تقريبا علاج المالجنسي على مود اقتل الخلايا وبالتالي ما راح يصير عندي برولاكتين، بس هاي بيها هواي سايد افكت وهاي ك لاست اوبشن يعني اخر شيء اروح له، اول شيء استخدم اني الدراجز ثاني. اوكي هسه نجي على فد مرض ثاني اسمه اكروميجالي، اتمنى تكون واضحه الهايبرولاكتينيميا، طبعا سهله ما تحتاج تروحون داخل بالتفاصيل كل شوية، هاي الفكره العامه مالته ودائما اشياء تسالوا عليها بالامتحان. الاكروميجالي هنا لما نبدي بيه هو راح يصير زياده بالجروث هرمون، طبعا خليني اقول لكم شيء، بالبدايه الجروث هرمون راح يزيد والزياده مالته راح تفرق هوايه اذا كان هو الزايد عنده طفل او ادلت. ليش؟ قلنا ان الجروث هرمون راح يسوي في الشغله كلش حلوه وهي اهم شيء لازم اعرفه انه هو يسوي نمو بالعظم ونمو بالسوفت تيشوز يعني الانسجه مالت الجسم. النمو العظمي قلنا انه اكو شيء اسمه هايبوفيزيال بليت، هنا راح ابيفيزيال بليت راح تكون هنا، هاي اذا بعدها بالاطفال ما مسدوده فلما يصير عندي جروث هرمون الانفرت جروث هرمون هاي راح تزود طول العظم، هاويفر بالادلت ورا 18 هاي راح تنسد، فبالتالي لما يجي الفرو جروث هرمون ما راح يزود طول العظم، العظم بعد ما يطول
ورا ال 18 مثل ما تعرفون، انما راح يزيد، انما كانه يكبر اوكي، راح يزيد بالعرض، كانه ياخذ بالعرض اوكي. السوفت تيشوز نفس الشيء، سوفت تيشوز هنا ما لها دخل بالعظم، انما تتاثر دائما بالجروث هرمون راح تنمو. طبعا هاي الحاله اذا زاد عندي الجروث هرمون راح اسم بالتشيلدرن تشايلد راح اسوي لي حاله اسمها جيجانتيزم او العملقه. الطفل هنا مو راح يكون مو هذا الطفل لازم ينمو الحجم طبيعي، هذا لما يكبر راح يصير عملاق، شوفوا كلش طويل وكلش ضخم، هاي العملقه زياده بسبب زياده الجروث هرمون بالشودرن. بالادلت هولد هاو اوفر لما يصير كبير واذا قام يبدي زياده بالجروث هرمون هو وكبير راح يسوي لي هاي الحاله لما الاكروميجالي اوكي. احنا قلنا الانكريز بالسكريشن اوف جروث هرمون يصير بالادلت هولد خصوصا ورا الكلوجر اوف ذا ابيفيزيال بليس، يعني عظم بعد ما يطول. ها طبعا في الشيء البيشنتية يعني المرضى ما راح ينتبهون عليه بشكل واضح كلش بالبداية، لا ليش؟ لأن هو يمشي في حالة طبيعية، جسمه دا ينمو، السوفت تيشوز قاعد تكبر بسبب زيادة الجروث هرمون، بس هو ما دا يحس بيها، يعني هو لأن هو دائما يشوف نفسه فهاي التغيرات البسيطة ما يقدر يعني يلاحظها. شو وقت يلاحظوها؟ يلاحظوها الناس اللي ما شايفين صار لهم فترة، يعني هسه انتوا لما تروحون مثلا واحد من أصدقائكم مثلا التقيتوا بيه بداية الكلية بعدين سنين هو راح ورا 10 سنين شفته، حتقول يا فلان ايش صاير بيك، شعرك ابيض، ما اعرف شنو، تغيرات من هالسوالف، هو ما ملاحظها، ويقول كلاني نفسي ما تغيرت، تقول لا انت هواي ما تغير. ليش هو ما يلاحظ؟ هو يشوف نفسه كل يوم، فهاي تغيرات بسيطه ما يقدر يلاحظها يوم عن يوم، ما يشوف الفرق، يقوم يتعود على شكله، الاقارب هم يتعودون على شكله فما يشوف، وين راح يلاحظ؟ راح يلاحظ الشخص اللي ما شايفه هواي اوكي. انت كطبيب شنو تقدر تشوف؟ انه تقول للمريض يجيب صوره، الصورة الفرق مثلا صورة قبل 5 سنين وصورته شكلها هسه، هذا التغير راح اشوف تغير كل شيء، هو المريض ما يحس بيه، انت لما طيب تقدر تشوف الفرق اوكي. طبعا هذا المرض على الاقل هو بادي 9 سنين، 5 إلى 9 هم يقولون years سنوات قبل ما يجي المريض يشخص. هاي 5 9 سنين هو المرض موجود، وهي اصلا بداية كانت مايكرو ادينوما، راح اشوفها كبرى صارت مايكرو ادينوما خلال هاي 9 سنين، والمريض صار عنده اعراض هوايه هو اصلا ما يحس بيها، لان اعراضها كلها ديسكريت، انسيدياس بقى، انسيدياس يعني مالتها التطور بطيء، والاعراض تكون ديسكريت، اعراض صامته ما يحس بيها المريض، تاثر على البونز والسوفت تيشوز كلها، يصير بيها اوفر جروث، زياده بالنمو. هذا زياده بالنمو راح يسوي لي فد هواي مشاكل. شلون اقدر اعرف المشاكل راح يسويها؟ عن طريق انه اني اعرف شنو النورمال فانكشن مالت الجروث هرمون. لما هو مو يسوي نورمال يسوي يعني جروث، الجروث هرمون يسوي جروث، انا راح يصير عندي اوفر جروث بالزياده واندر جروث بالنقصه اوكي. كنا انه هو يكون دايابتوجينيك، يعني يسوي لي ارتفاع بالجلوكوز بالدم، بالتالي شو راح يسوي لي؟ يسوي لي في حالة اسمها impaired glucose tolerance or diabetes mellitus. هو ممكن يسوي لي hypertension، ممكن يسوي لي cardiac problem. ليش cardiac problem؟ لأن هاي راح الجروث هرمون راح يأثر على الهارت، هذا القلب صغيروني راح يأثر عليه جروث هرمون راح يكبر فيصير عندي cardiac problem. شلون problem؟ شنو يعني؟ تكون أرذمية، عدم انتظام دقات القلب، cardiac failure إلى آخره، حسب السيفيريتي مات الحاله، حسب ايش قد صار هوايه وايش قد لهم جروث هرمون زايد. راح يشوفون البيشنت الجروث شو راح يطلع عنده، راح تشوفون صبر لحظه الوجه مالته، هذا وجه مال شخص عنده هاي جو بونز، هذا الفيك اوكي، هو هنا عيونه يعني سامحونا الرسم بس هيك. هنا راح تشوفون شو راح يصير عنده، هاي العظام هنا مات الفيك ومات الوجه ما راح يصير بيها فيزيوبليت جلوجر، فتصير مستمرة قابلة للنمو، حيشوفون انه هاي العظام راح تتوسع هيج راح يصير، وهاي الفيك راح يكبر هيج راح يصير اوكي. مات الحواجب، العظم تحت الحاجب راح يطلع لي قدام، ايديه هاي ايده راح تشوفون اصابع ثخان وكبيرة، يسموها السوسج لايك، اصبع مثل السوسج جاية كبير، سوسج لايك فينجرز، رجليه كبيره، حيقولكم يعني هو لما يقول لك دكتور ملابس تصغر علي، بس هو مو جسم نان بس ملابس تصغر علي، حذائي يصغر،
مالت الحلقه صارت صغيره عليه. اوكي، هاي طبعا قلت لكم النمو راح يشمل كل الاعضاء الداخليه، الكبد والطحال والقلب والى اخره. مرات راح يشوفون انه هاي بسبب النمو مالت الخلايا راح يصير عندي فد ضغط على اعصابي، يسوي لي هيدك، يسوي لي فيجوال فيلد افكت، يسوي لي فد شيء اسمه كاربال تنل سندروم. لا سامعين بيها كاربال تنل؟ هنا الكاربال تنل راح ينضغط على العصب الميديان نيرف من الايد هنا، راح يسوي لي فد اعراض بالايد، انه البيشنت ما يقدر يحرك ايديه زين، يحس ايديه خدرانه الى اخره. هاي كاربال تنل، لان هو الجروث هرمون علاقته وثيقه بهرمون الاخر اللي احنا عرفناه اللي هو البرولاكتين. زياده مالت الجروث هرمون راح يسوي لي زياده بالبرولاكتين، وشو راح يطلع عندي؟ يكون عندي منسترال بروبلم وانفرتيلتي بالبيشنت. اوكي، هاي هي الاعراض راح اشوفها بالبيشنت كلها. طبعا اعراض المرضى ما يحسون عليها، يعني هو ماكو مريض يحس انه هو عنده سكر ويحس عنده هو ضغط الا الى صار فتره طويله وتتضاعف الحاله. اوكي، هاي راح اشوفهم فد توضيح بسيط شنو راح يكون يصير البيشنت اوف اكروميجالي. راح يصير عنده اللي باع هنا الجو مالته شلون طالع، مالته الفك طالع، الحواجب طالعه، الايدين كبيره، الرجلين كبيره. حشوفوا انه صار عنده مشاكل بالقلب، بالقلب الضغط زايد، الليفر صار يعني الكبد صار كبير، صار عنده سكر، ممكن يصير عنده كورونيك كانسر، يعني العضلات مالته صار بيها اشكال من هالسوالف. مات لان ال العظام مالتها اكو، تعرفون العظم مغلف من جوا شيء يسموه هايلين كارتلج، غضروف. هالغضروف هم راح ينمو وراح يحتك بالغضروف العظم الجوف، راح يسوي لي شنو؟ الم مفاصل، مشاكل بالمفاصل. هاي هي بشكل عام الاعراض مال الاكروميجالي. الدايجنوستس شلون اسوي لي اسوي يعني اشخص المريض؟ عن طريق في الانفستيجيشن. طبعا هاي عرفنا 9 years. طبعا الاي اجر دقيس الجروث هرمون او مات الميتابولايت اللي هي مهمه، قلنا الانسولين لايك جروث فاكتور 1، هذا مو فد شيء يعني يسوي لي فد كلينيكال سيجنفيكانس. ليش؟ احنا مثل ما عرفنا الجروث هرمون ما ينفرز بشكل موحد طول اليوم، لا هذا غلط. هو راح يصعد لما الواحد ينام وينزل لما يقعد، بيه صعدات ونزلات خلال اليوم، يسموه التغير اليومي. فأنا لما اجي اقيس في نقطه معينه ما اقدر انه اقول انه هاي النقطه مثلا لا يا هذا نازل لا يا هذا صاعد. ليش؟ انه هو اصلا بيتغير، بالتالي ما اقدر اقيس الجروث هرمون ليفلز واعتبرها فد يعني بيها سيجنفيكانت فاليو ان دايجنوستس، لا ما يفيد. انما راح اسوي في الشغله هي لها علاقه بالجروث هرمون. اذا تذكرون قلنا لكم اكو اشياء تزود افراز الجروث هرمون، اشياء تنقصه. واحده من الاشياء اللي تنقص افراز الجروث هرمون او تاثر عليه بشكل عام هي الجلوكوز. اذا زاد الجلوكوز الجروث هرمون راح ينقص. اوكي، اذا نقص الجلوكوز الجروث هرمون راح يزيد. ليش؟ لان الجلوكوز هنا دايبتوجينيك، هو يخلي الجلوكوز متوفر، فلما راح ينقص عندي الجلوكوز الجسم يفرزه على مود يصعد مستوى الجلوكوز بالدم، ولما راح يصعد مستوى الجلوكوز الجسم راح ينقصه على مود يقلل مستوى الجلوكوز بالدم. فالتست مالتي راح يكون يسموه الجلوكوز تولرانس تست. ايش راح يصير؟ هذا طبعا يسووها مالتي عم يشوفون دايرس بالتص. هنا ايش راح اسوي؟ راح اعطي للبيشنت، راح يجي من العياده او يجي مثلا للمستوصف، انطيه 100 جرام اوف جلوكوز محلول بمي شربه. اوكي؟ ورا ما يشربه فت 5 دقائق راح اقيس عدل مستوى مال الجروث هرمون. اذا اشوفه ايش قد الليفل مالته، اذا القاه نازل جوا 5 نانوغرام، هذا يابا ماكو ترى اكروميجالي، هذا الجروث هرمون طبيعي. اذا نازل جوا 5، اذا لقيته فوق 5 معناها انه صح صار بي سبريشن، نزل هو بس بقى مالته الفاليو قيمه عاليه، معناه هو بداش كلش هوايه، فهاي يعتبر البوزيتيف ريزلت. كل شيء فوق 5 نانوغرام راح اعتبره بوزيتيف ريزلت انه اكو اكروميجالي، الجروث هرمون عندي كلش صاعد، حتى هاي الكميه الكبيره من الجلوكوز تعطيها للمريض ما تنزل لي. فهذا معناته هو التست اللي اني راح اسميه جولد ستاندرد، واللي هو اللي راح اشوف اشخص بيه الاكروميجالي. لما اشخص الاكروميجالي اريد اشوف شنو السبب مالت الاكروميجالي. اول شيء اروح اشوف انه هو بسبب ماكرو او مايكرو ادينوما. طبعا هذا اكثر شيء راح يجينا ماكرو ادينوما. ليش؟ لان يبقى فتره كلش طويله، من 9 سنين يعني فوق 9 سنين المريض يقوم يحس انه هو عنده مشكله.
اوكي فاسوي لا سي تي، قلنا لكم اول شيء اسوي سي تي هو رخيص، عمود اشوف اذا ورخيص متوفر لكل المرضى موجود بكل مكان، عمود اشوف اذا اكو مشكله، بعدين لما يعني اتاكد انه اكو مكان يعني توسع بالبيتوتري جلاند او اشك انه اكو مثلا شيء مر طلع عندي في السيجنفيكنت فايندينج بالسي تي، احاول على ام ار اي على مود بالضبط اشوف شنو نوعها وش الدايمتر مالتها الى اخره. هسه احنا عرفنا هو شنو هو وشون صار وشنو مات الاعراض وشون شخصنا. هسه اجي اقول شنو التريتمنت، زين انا شو راح اعالج المريض؟ اول شيء اسوي للمريض اللي عنده اكروميجالي وزياده بفراز الجروث هرمون هو اسوي له سيرجري. شو راح اسوي بالسيرجري؟ راح ادخل لل الكرينال كافيتي اللارج بتويتري وراح اشيل جزء من عندها، او اذا لقيت الورم مفصول عن الخليه راح اشيل الورم كله اذا قدرت. هاي الانتري طريقه سوف شيء يسموه ترانز سفينويدال سيرجري، تمام ما طالبين بيه بس تعرفون انه الفيرست تشويس تريتمنت هو سيرجري. هاوفر اذا هاي شفنا انه سيرجري ممكن اسويها او ما فادت راح احول على درجات. درجات شنو هي؟ سوماتوستاتين انالوج. راح نرجع على ليلي ورا عم نشوفكم شنو السوماتوستاتين. هذا يا بس سوماتوستاتين كنا الهايبوثالاموس تفرز لي الجروث هرمون ستيمولاتينج هرمون على مود تزود افراز الجروث هرمون، تفرز في شيء اسمه السوماتوستاتين، هذا راح يقلل لي افراز الجروث هرمون. لما انا عندي زياده بالجروث هرمون زايد كلش واريد اقلل افرازه راح اشجع هذا ازوده. ازود لما ازوده راح يقل الجروث هرمون او افرازه او ينعدم. اوكي خلينا نرجع الجروث هرمون السوماتوستاتين انالوجز يعني شيئات في دراجات مشابهه للسوماتوستاتين بس الايفكت مالتها راح تكون كلش عالي، هاف لايف مالتها كبيره، الايفكت مالتها عالي، راح تاثر لي كل شوي يقلل لي من افراز الجروث هرمون. هاي اسمها الاكروتايد، فدراج واحد اسمه اكروتايد هذا كلش مهم بالعلاج مال اكرومين قال لي انطي قلل لي الجروث هرمون. او مرات اقدر اذا ما استفادت من اكروتايد انه اروح على فد اذر دراج مو كلش مهم، وهاي سكند وثيرد لاين تريتمنت اللي هي الدوبامين اجونست البروماكربتين يقلل لي البرولاكتين يقلل لي الجروث هرمون. البيكوزمونت هذا يشتغل على الريسبتور مالت الجروث هرمون ما يخليني الجروث هرمون يشتغل. بعدين ممكن اروح للراديشن ادمر السيلز بالتالي يقل عندي الجروث هرمون. كومبليكيشن مالتها البريشر افكت لان احصل مايكرو ادينوما يسوي لي كاردييك فيلير، قلنا هذا طبعا موست كومن كوز اوف ديث اوف اكروميجالي هو كاردييك بروبلم. ممكن يسوي لي سكر واحنا عرفنا ليش سكر بسبب مالت الدايبتوجينيك افكت. هنا اشرح لكم اياها اذا صار عندي انكريز جروث هرمون ان شاء الله راح يصير عندي جاينتزم. هاوفر ما اشرح لكم مو ديكريز، اذا قل عندي الجروث هرمون بالتشايلد هود لما هو لازم متوفر على مود يصير عندي نمو راح يصير عندي فتح حاله مرضيه اسمها التقزم او يسموها دوارفزم. اذا صار دوارفزم بسبب هو الاسباب هواي، اذا بسبب الجروث هرمون راح يسموه عندي بيتوتري دوارفزم. اوكي اكو حاله اخرى انه الجروث هرمون عندي ده ينفرز طبيعي، المشكله عندي الاي جي اف ما يتكون او ما يستجيب الى الجسم اي جي اف 1 اللي هو مسؤول عن النمو، هذا راح يسوي لي دوارفزم اسمه لورين دوارفزم، وهذا فد نوع خاص بس تحتاج تعرفون اسمه وشون يعني من شنو الايفكت مالته من شنو جاي. ما راح عندي جروث هرمون ديفيشنسي ان ادلت، هذا راح يسوي لي فد اعراض صغيره تتعلق بال الايفكت مالت الجروث هرمون، يسوي لي اوبيسيتي لان هو الجروث هرمون يسوي لي فات ميتابوليزم، هنا بعد ماكو فات ميتابوليزم فات عندي اوبيسيتي ويت جين انكزايتي بالنس الى اخره. هاي اعراض ممكن تصير عند يعني مرضى معين يمكن ما تصير عند مرضى ثاني. اوكي هاي بشكل عام فد شيء يخص لكم التريتمنت مالت الفانكشنال ونون فانكشنال ادينوما برولاكتينوما راح تشوفون التريتمنت مالتها فيرست لاين شنو وليش احنا استخدمنا الاكروميجالي فيرست لاين فيرست لاين شنو سيرجري سكند لاين شنو الميديكال تريتمنت سكند لاين شنو ليش استخدمناه. هاي بشكل شيء كل شيء حلو يوضح لكم كل شيء.